العاصمة الأردنية عمان سركيس تشوباريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إكوتي جروب. أهلا بك سيد سركيس معنا. يعني على الرغم من أنه مجلس الشيوخ لم يستطع تمرير الحزمة المالية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة فيروس كورونا، إلى أنه ما قام به الفيدرالي ربما بحسب ما نشهده اليوم من الأسواق وكأنه يبدو كافي لها، حتى بالنسبة للمؤشرات الأمريكية الفيوتشرز عم بتشير لمكاسب قوية. ما هي قراءتك للمشهد اليوم؟ بالفعل نرى ارتفاعات في العقود الأجل الأمريكية بل والعديد من أسواق الأسهم حول العالم مع حالة من بعض الارتياح التي حصلت بعدما قام الفيدرالي الأمريكي بوضع خطط قياسية غير مسبوقة لمواجهة فيروس كورونا، بل وضع استخدم كل الأسلحة المتاحة لديه حتى الآن في مواجهة هذا الفيروس. لكن بحسب نظرتي للأسواق المالية حاليا هي تشعر فقط حاليا ببعض الارتياح ولم تعد الثقة بشكل كامل، فنحن ما زلنا نرى استمرار الانتشار الكبير بفيروس كورونا إن كان في الولايات المتحدة أو خارجها أيضا، وهذا ما يدل إلى أننا مقبلون إلى فترات اقتصادية قد تكون صعبة جدا. وآخر البيانات الاقتصادية التي تصدر والتي من المتوقع أيضا صدورها لاحقا هذا الأسبوع ربما ستظهر لنا مقدار الضرر الذي شاهده الاقتصاد العالمي ومنه أيضا الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي أرى بأن الارتفاعات الحالية في أسواق الأسهم ربما بالفعل قد تستمر لبعض الوقت لكنها ربما سوف تكون محدودة ومؤقتة، إذ أن أسواق الأسهم بحاجة لمزيد من الإثباتات بأن الركود الاقتصادي الذي دخله الاقتصاد العالمي سوف يكون محدود زمنيا ولن تطول مدته. هذا ما أريد سؤالك عنه سركيس. صندوق النقد الدولي عم بيشوف بأنه في لدينا ركود هذا العام تعافي العام المقبل العام 2021، حتى جولدمان ساكس مورغان ستانلي كانوا قد أصدروا توقعاتهم للربع الثاني وكلها تشير إلى انكماش كبير في الاقتصاد الأمريكي. إلى أي مدى ترجح حصول الركود في الاقتصاد العالمي هذا العام، وما هو العامل الأساسي الذي سيساهم في سرعة في التعافي من هذا الركود؟ أتوقع بشدة أن نرى ركود اقتصادي، ربما قد يكون ركود اقتصادي عميق جدا إن شمل الاقتصاد العالمي ككل والاقتصاد الأمريكي وحتى الدول العظمى فيه. فانتشار فيروس كورونا أجبر الحكومات حول العالم لاتخاذ إجراءات عزل كبيرة جدا، وهذا ما قلل الطلب والعرض والإنتاجية للشركات، وبذلك أتوقع بالفعل أن ندخل مرحلة من الركود الذي قد يكون عميق. لكن فترة الركود الاقتصادي المحتملة سوف ترتبط إلى متى سوف يستمر فيروس كورونا في الانتشار. فالفيروس بحد ذاته ليس هو المؤثر على الاقتصاد المباشر، لكن إجراءات الحكومة وتغير العادات الاستهلاكية هي التي تغير توقعات الاقتصاد العالمي ككل. لذلك أتوقع بالفعل دخول الاقتصاد العالمي في ركود ربما يكون شديد، لكن هذا الركود قد يكون لفترة محدودة مرتبطة بانتشار فيروس كورونا، ولذلك أتوقع بالفعل دخول الاقتصاد العالمي هذه السنة في ركود. طيب، يعني عم تتحدث عن إجراءات الحكومات حول العالم والتوجه نحو الحجر، وبالتالي هذا أيضا سيضغط على النفط لأنه عنا تراجع بالجيت فيول، باستهلاك الجيت فيول، حتى بالغازولين، وأيضا يعني المصانع لا تزال حول العالم بمعظمها هي رهينة لفيروس كورونا. هل وصلنا للقاع بالنسبة لبرنت ودبليو تي آي؟ بالنظر إلى أسعار النفط الحالية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الأسعار المنخفضة ربما سوف تكون مضرة للدول المنتجة والشركات، لكن في نفس الوقت انخفاض الطلب العالمي يبدو بأنه سيكون كبير جدا، وتشير بعض التقديرات لاحتمال انخفاض الطلب العالمي بمقدار 10%، وهذا يعني حوالي 10 ملايين برميل يوميا، وبالتالي الضغوط الهابطة ربما سوف تستمر على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. لكن حاليا نشهد بعض الارتفاع في أسعار النفط، وهذا الارتفاع لا أعتقد بأن سببه هو تدخلات الفيدرالي الأمريكي وأيضا البنوك المركزية والحكومات حول العالم، بل أعتقد حاليا بأن هنالك أنباء أظهرت بأن الإنتاج من بعض الدول لم يرتفع كما كان يخشى الكثيرون خلال الشهر الجاري، ولكن سوف يتابع المتداولون الإنتاجية والصادرات خلال الشهر المقبل، والتوقعات تشير أيضا لاحتمال ارتفاع الإنتاج، وذلك ضمن توجه الدول لمحاولة اتخاذ أكبر حصص سوقية ممكنة مقابل الدول المنتجة الأخرى. نعم. وهذا ما قد يبقي الضغط الهابط على أسعار النفط. لا أستبعد بالفعل بعض الارتفاع بعد أن باين أشارت إلى احتمالية
وضع اتفاقيات وشراكات ما بين الولايات المتحدة والسعودية، لكن حتى هذه اللحظة ما زالت هذه الأمور ككلمات على الورق لم تترجم بشكل حقيقي. لذلك أعتقد بأن الارتفاعات الحالية ربما سوف تكون محدودة، وبعدها سوف تأتي موجات هابطة لحين إثبات عودة استقرار الطلب العالمي على النفط. شكرا لك سيد ساركيس تشوباريان، محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب، على وجودك معنا.